ايه المناطق اللي انا هحس بتخفيف الضغط عليها والزحمه؟ اني مناطق اللي الهرم. هلمس منها ده؟ الهرم حضرتك عارف شارع الهرم ان هو دلوقتي مقفول عشان خاطر المترو اللي شغال فيه، بس صحيح، دي منطقه شارع الهرم ده طبعا، وشارع فيصل كان كوتشه دايما سكنيه الجزء بتاع المريوطيه والهرم ده مقفول زحمه ده. جدا، مقفول. فده الطلعات والنزل اللي احنا عاملينها على شارع الهرم ديت باذن الله هتخفف الحركه المرورية على شارع الهرم ذات نفسه، على شارع فيصل، على شارع ترسا. المنطقه السكنيه بقى دي كلها فيها كثافه سكانيه ضخمه جدا، هنخلخلها تماما اللي احنا نوفر على اللي رايح الدائري الشمالي او دائري الجنوبي، بدل ما كان بيلف لفه كبيره جدا هياخدها في دقيقه ونص يمين او دقيقه ونص شمال باذن الله. بإذن الله إن شاء الله. إمتى هنشوفه شغال على يعني أرض الواقع؟ حضرتك قلت لي إحنا هنفتتح التشغيل، هيبقى فيه تشغيل تجريبي للمرحلة باذن الله، الأولى، صح كده؟ باذن الله حضرتك زي ما وعدنا القياده السياسيه وفخامه الرئيس طلب ان احنا ان شاء الله المشروع يفتح قريب، فاحنا ان شاء الله في اعياد اكتوبر المحور مفتوح المرحله الاولى باذن الله كامل. مين اللي اشتغل على المحور النهارده يا باشمهندس؟ الشركات حضرتك تقصدي ولا يعني العمال، الشركات هل هي مصرية؟ طبعا احنا الحمد لله بفضل من ربنا توجيه برضو من فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ان الاعمال بتاعتنا كلها كنت شركات مصريه خالصه، وهي من اضخم الشركات واحسنها وافضلها في مجال الطرق والكباري. معانا 3 شركات مصريه، العماله كلها مصريه، الخامات كلها مصريه، احنا ما استخدمناش اي حاجه مستورده في المشروع الا حاجه بسيطه خالص يعني، اللي هي كان الكابلات، وده كان بتقلل التكلفه وكان متاحه، ولما مش متاحه ما استخدمناهاش تاني. العماله كلها عماله مصريه. احنا المحور ده فتح بيوت ناس وارزاق ناس كتيره، تخيل حضرتك كل شركه بس لو قلنا انه فيها 1000 عامل، غير دي عماله مباشره، غير العماله المباشره، غير الموردين، غير بتوع المعدات، غير بتوع الخامات، فاحنا بنتكلم في عدد مش اقل 2000 2000 ونص اسره بتاكل عيش في كل شركه في المشروع، بس المشروع الواحد يعني في كل قطاع لكل شركه مش اقل من 2000 2500 اسره بيسترزقوا من المشروع. صحيح، يعني حاجة نفتخر بيها طبعا. طبعا باشمهندس، حضرتك شرحت لي على المرافق، قلت احنا مش بنعمل المحور بس، لا احنا كمان مهتمين بالمرافق والكهرباء والميه، يعني عملتوا فيها ايه؟ اقول لحضرتك احنا قدمنا طبعا في المحور، انشاء محور احنا بنخش بنعمل رفع مساحي للمحور بتاعنا او اتجاهه او مساره، بنلاقي عندنا معوقات كتيره جدا. احنا نيجي في المرافق بنلقى مرافق يعني متهالكه جدا، معموله من 30 و40 سنه، الاهالي هم اللي كانوا عاملينها، فبنرجع بقى نعملها من اول وجديد. يعني عملنا شبكه ميه، عملنا شبكه صرف صحي، عملنا شبكه صرف مطر، كابلات كهرباء ومحطات ومولدات وغرف كهرباء وموزعات، كل ده اتغير تماما، كان موجود في كل العماره، ده تطوير للبنيه التحتيه، للبنيه التحتيه كلها للمنطقه بقى. دي بقى بتخدم بقى الكيانات المباني والعمارات والجهات الحكوميه كلها اللي على المحور. هل المواطن حس بيها النهارده اللي ساكن جنبنا؟ طبعا، ده حضرتك لو نزلت تحت على الطريق السطحي هتلمس الموضوع اكتر ما احنا فوق دلوقتي، هتلاقي الناس في برك، الناس واقفه بطريقه حضريه، المحلات كلها بترفع كفاءه المحلات بتاعتها ان هي بقت على محور، بتحسن من جودتها، بتحسن من عرضها للمواطن، فيعني هتلقى في تنميه. انت عملت له حركه، المحلات كلها عملت لها حركه. ما دي بيقولوا على الايه؟ التنميه الاجتماعيه، احنا بنعمل تنميه اجتماعيه المواطن ذات نفسه في المكان اللي هو ساكن فيه. تخيل حضرتك برضو دلوقتي ان واحد بقى بيته او محله بقى على محور شريان اساسي مثلا في الجيزه، فده رفع من قيمه المحل بتاعه، ورفع من قيمه التسويقيه بتاعته، ورفع من اللي هو بقى بيعرض ايه غير اللي كان بيعرضه قبل كده. هو دلوقتي بيستهدف مين؟ بيستهدف طبقه ثانيه غير الطبقه اللي كان مثلا البسيطه، لا هو بقى في ناس ثانيه بتعدي برضو على الطريق وعلى المحور. في ناس تانية بتعدي عليه كل يوم، فبقى يجي له ترافيك تاني اعلى يعني. بالظبط بالظبط، فده برضو بيعمل تنميه للحاله الاجتماعيه بتاعت المواطن كلها، بتاعت المنطقه كلها. زي ما قلت لحضرتك كده، احنا بنرفع كفايه الطرق كلها المحيطه بالمشروع، زي ما قلت لحضرتك كده المرافق كلها، يعني بنعمل تنميه شامله بمفهومنا مفهومها الصحيح في المنطقه، بكلمه اللي احنا بنعمل محور طريق، اللي هو احنا بنقول هيوصل من طريق الدائري الجنوبي للدائري الشمالي، لا احنا بنعمل تنميه كامله للمنطقه من طرق ومرافق ورفع كفاءه مباني يعني مثلا المباني اللي احنا ازلناها، جاي توجيه المباني دي كلها تدهن وتتظبط وتبقى شكلها مناسب مع المحور اللي ان شاء الله هيبقى شكله جميل في المباني اللي حوالين المحور اللي احنا شايفينها مع حضرتك بالظبط. والمباني ديت والمباني اللي هي اللي تم ازالتها وبقت مثلا ظهر العماره اللي كان في ظهر العماره اللي احنا شلناها بقى شكلها مش كويس، فده جاي توجيهات اللي احنا نرفع كفاءتها وندهنها يعني.
امتى هنشوف المراحل يعني متنفذه بالكامل يا ان شاء باشمهندس؟ الله 15 20 يوم بكتير قوي المشروع ده مفتوح على اكمل وجه باذن الله. باذن الله. باذن الله. اولا الف مبروك على المشروع، وبصراحه مجهود كبير جدا يعني جزء حلو جدا ان حضرتك بتوضح لنا النهارده ان ده اشتغل عليه مصريين بالكامل، اسر كتير قوي استفادت منه، يعني بالتوفيق. وانا بشكرك وان شاء الله نتابع معاكم كل جديد بيحصل ان شاء الله. ربنا يخليك. وبس عايز اوجه الشكر لفخامه الرئيس اللي هو اتاح لنا المشاريع القوميه الضخمه ديت اللي احنا نعملها ونخف على اهالينا المواطنين والشعب المصري بالمشاريع القوميه الجامده ديت وكل المحاور اللي اتعملت في البلد. وزي ما قلت لحضرتك كده في تكامل دلوقتي بقى في البلد من هيئه المجتمعات لوزاره النقل والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لجهاز التعمير، في تنميه شامله من الجهات دي دلوقتي بترفع من قيمه البلد ومن قيمه المرافق ومن قيمه المحاور اللي فيها. فاحنا بنشكر فخامه الرئيس اللي احنا اتاح لنا اللي احنا نعمل المشاريع القوميه دي. احنا كمان بنشكره. انا بشكرك جدا. شكرا فندم.